السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج حقيقة الأمراض، ويعني سنتكلم عن هذا المشكل الآن العالمي الذي أصبح يعني يشكو منه العالم كله، هو انتفاخات والغازات في الأمعاء. وكثير من الأحيان تكون غازات يعني قوية ويعني يعني مستمرة يعني طول الوقت، غازات مؤلمة في كثير من الأحيان، يكون ألم يصحبها ألم وهي مزعجة. عموما انتفاخ يعني الأمعاء والغازات هذه مزعجة، أمور مزعجة جدا. الآن هذه الغازات طبعا لم تكن من قبل، هي من الأمراض الحديثة، الأمراض الجديدة، أمراض العصر، أمراض يعني تغيير نمط العيش، تكون قليلة جدا في يعني عند الأشخاص الذي في البوادي مثلا والأرياف المغربية تكون قليلة جدا وتكاد لا توجد. في ومن هنا يجب أن يفهم الناس الذين ينتظرون خلطة وعشبة ودواء، يجب أن يفهموا هذا المرض لكي لا يحتاجوا لا عشبة ولا خلطة ولا أي شيء، ولا يصرفون أموالهم في الكذب. البوادي المغربية على الأقل، البوادي المغربية عليه يحتفظ، دول أخرى أظن الجزائر كذلك وتونس البلدان يعني حتى في إخوان في مصر يعني كانوا حكوا لنا عن نفس الشيء. كاين هاد البلدان هذه، لماذا؟ لأنها بلدان مستوردة مع الأسف الشديد. يعني لما نقول مستوردة فتستورد كل شيء، طبعا بحكم الأثمان المنخفضة الآن في السوق الدولية، ثم انها تحاول الان ان يعني ان تميل الى نمط العيش الغربي خصوصا في المدن الكبرى. ويعني هذه الاستيراد يكون يرتكز على الثمن وليس على الجوده، فلما يرتكز على الثمن فنحن نشتري ارخص شيء، وطبعا ارخص شيء سيكون منتوجات متدنيه وربما منتوجات مغشوشه في السوق الدوليه، منها المضافات الغذائيه. وغادي نتكلموا على مشكل الكاراجينان، الكاراجينان هو اللي كيسبب هذا المشكل هذا. يعني الأرياف والبوادي ليس فيهم غازات، المدن فيهم غازات، فهنا شخص يفهم فقط، لا يحتاج من ينصحه. لماذا؟ لأن الأرياف والبوادي ليس فيهم مواد مصنعة، وليس فيهم كثرة الحلويات، ولا يأكلون كل وقت، وليس فيهم يعني هذه الوجبات البابين، يعني الوجبات يعني تتخلوها وجبات صغيرة، ما عندهمش سناكس هادو يعني هذه الوجبات السريعة، وما عندهمش جانك فود، ليس لديهم أكل في الشوارع. الأرياف والبوادي المغربية لا زالوا يطبخون فقط، هذا باش يعني هنا الفرق، فقط يطبخون ويجوعون. فهذا الناس لا يأكلون كل الوقت، لا يأكلون في الليل، ولا يأكلون خارج بيوتهم، ليس لديهم غازات. كاين هناك أشياء بسيطة يعني الناس يحسون بغازات، نعم. لماذا؟ لأنهم يشترون من السوق بعض الأشياء المغشوشة. لكن في المدن غازات، لأن كل الناس يشتكون من الغازات. لماذا؟ لأنهم يأكلون ليلا ويأكلون طول الوقت ويأكلون في كل ساعة ويأكلون يعني أشياء مختلطة، يأكل في المنزل ثم يأكل في الشارع. يعني عندنا المنطقة الشمالية في المملكة، المنطقة الشمالية في تطوان وطنجة، كاين عادة عند الناس، عادة تربوا عليها، أن لازم يأكل شيء في الشارع، حتى ولو تغدى في منزله يأخذ شيء في الشارع. هذه يعني أبو بوغاديو، هذه يسميوها يعني سناك، هذا اللي يأخذوه هذه في هذه المدن، هذا معروف عندهم، عليه معروف هذه. فيعني هذا اختلاط الاكل والاكل في كل وقت، ثم اختلاط ماكولات فيها مضافات غذائيه مع ماكولات تطهى في المنزل، هذا يجعل المعده في حرج. لا بد من الغازات، لا بد من الغازات. الاشياء التي تسبب هذه الغازات هي الاكل في كل وقت. فيجب ان اذا اكل الناس وجبه فينتظروا 6 ساعات واكثر، ان لا ياكلوا اي شيء، يشربوا ماء فقط، ثم أن يجوعوا شيئا ما، يعني أن يتركوا المعدة فارغة شيئا ما، يعني على الأقل في الليل، يعني تعشوا مبكر وفي الليل لا يأكلوا ليلا. هذا مسألة مفروغ منها، هذه يعني الأكل في الليل يعني هذا ممنوع. ثم لا يخلطوا الأشياء المحملة بالسكريات مع الأشياء النشوية، يعني مع النشويات، يعني مثلا سكريات مع خبز أو سكريات مع يعني سكريات مصنعة، يعني هذه بسكويتات حلويات أشياء هكذا يعني هذو. وكل الناس الذين يأخذون يتغدوا ويأخذون فواكه كنسمو ديسير، يعني غذاء دسم، هذه المدن الكبرى والناس اللي يعني عندهم شوية مدخول جيد ووسع عليهم الله سبحانه وتعالى، يكون وجبة دسمة فيها اختلاط الأكل وفيها كثرة الأكل، بعدها يأخذ فواكه طرية، وبعدها يأخذ شاي مع حلويات، مع بعض الكعكات، هذا كنسميه لو بيتي فور، يأخذ كعكات مع شاي. فهذا هو خراب المعدة وخراب الجهاز الهضمي.
يخربون الجهاز الهضمي. يعني هم يظنون أنهم يعيشون جيد، هم لا يعيشون جيد. الذي يأكل أشياء بسيطة ويجوع هو الذي يعيش جيد. لماذا؟ لأن في الأخير الذي لا يحس بأعراض هو الذي يعيش جيد، وليس الذي يأكل مأكولات باهظة أو يأكل شيء. يجب أن يفهم الناس، لأن الوقت تغير الآن، ليس وقت الذي يتظاهر به الناس بالأكل ويتظاهرون بهذه الأشياء، لم يعود هذا لهذا. الآن الناس يتظاهرون بأشياء أخرى، يعني من هو الشخص الذي لا يتناول دواء، ومن هو الشخص الذي ينام جيد، ومن هو الشخص الذي لا يحس بألم ولا بغازات، وليس لديه يعني قلق أو ضجر، يعني وليس لديه أشياء هذه. فهذا هو الشخص الذي يعيش جيد هذا، وليس الشخص الذي يأكل يعني مأكولات باهظة ويتغدى ويتعشى يعني في مطاعم باهظة ومشهورة ولا شيء. فالصحة هي الأول، الصحة أولا ثم ما تبقى. فهذه الغازات تأتي من اختلاط الأكل، الأكل في كل وقت، الأكل في الليل أولا. ثانيا تأتي من الأشخاص الذين لا يجوعون، وحتى الأشخاص الذين يصومون ويأكلون في الليل فنفس الشيء، يعني هذا غير مقبول، هذا صيام غير مقبول، من الأحسن يبطله ويجوعه، يبطله من الناحية الصحية، أما من ناحية العبادة فنحن لا يمكن أن نبطل عبادة. فالناس هذو إذا أرادوا أن يعبدوا الله فليصوموا ولا يأكلوا في الليل، هذا هو الصيام الصحيح. نحن نتكلم عن الصيام الخطأ، إذا كان الصيام خطأ فمن الأحسن أن لا يكون، باش الكلام يكون واضح. إذا صمت فلا تأكل في الليل لتزكي هذا الصيام، أما أن تصوم وتأكل خمس أضعاف الكمية التي كنت تأكلها في النهار فهذا ليس صيام، هذا من ناحية العلمية وليس من ناحية الفقهية. الناحية العلمية صيام خاطئ، وإحنا رمضان على الأبواب، وإن شاء الله سنبدأ في نصائحنا في رمضان، وسننصح الناس في رمضان، ولن نتراجع عن نصائحنا إن شاء الله ولو كره الكارهون، سننصح الناس كيفما كان الحال. فهذه الغازات علاجها بسيط، علاجها الجوع، ويتحرك الناس وألا يأكلوا ليل، وألا يخلطوا الأكل، وألا يأكلوا في كل وقت فقط. فقط بعض الأشياء التي تزيد في هذه الغازات هي بعض المواد الصناعية الغذائية المصنعة التي فيها مضافات غذائية مثل الكاراجينان. الأشياء اللي فيها الكاراجينان هذول جميع أنواع الحليب المصنعة، يعني حليب اللوز وحليب الصويا وحليب الكوكو وحليب جميع الأنواع الحليب التي تباع الآن في أوروبا وفي الدول الأخرى، هذا النوع الحليب الذي ليس حليب البقر، يعني حليب المصنع من النبات والذي يسمونه حليب، ويجب أن لا يحمل اسم حليب لأن يعني ممنوع في القانون، لأن يعني الحليب هو المنتوج الذي يؤخذ من الحيوانات. فهذه المنتوجات الأجبان الكوتيج تشيز منهم، هذا السوسيج منهم، المواد اللحم النقانق، هذه يعني اللحوم المصبرة المصنعة، هذه التي الناس يتهافتون عليها، وهي السبب الرئيس في الغازات، لأن فيها الكاراجينان، فيها ماشي فيها الكاراجينان، فيها كاراجينان وفيها أشياء أخرى، يعني فيكيول وفيها المصائب الأخرى. فيعني مكون الكاراجينان هو الذي يحدث التهابات على مستوى الجهاز الهضمي، وقد تكلمنا عليه في حلقة توضيح، يعني يوجد على فايت تي في، الناس يدخلوا يشوفوا الفيديوهات على فايت تي في وليس خارج فايت تي في، يبداو يبحثوا الناس في بعض المحركات الاخرى. ثم هذا الكاراجينان يوجد في هذه المنتوجات مع الاسف الشديد، يوجد حتى في الكريمه القشده هذه التي يشتريها النساء يعملون بها حلويات، ويوجد كذلك في الشوكولاتات، ويوجد في كثير من 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 يعني من الايس كريم، يوجد هذه كلها اشياء فيها الكاراجينان، وهذا الكاراجينان مع الاسف الشديد هو الذي يحدث هذه الغازات والالتهابات على مستوى الجهاز الهضمي. ان هذو الباحثون في امريكا اكتشفوا هذا المشكل ديال علاقه الكاراجينان بالتهابات داخل الجهاز الهضمي، علاقه واضحه يعني ليس فيها، وربما يذهب الى سرطان القولون، يعني الكاراجينان يقدر يوصل حتى لسرطان القولون، وممكن ان يصل الى التهابات اخرى مثل التهاب كرون، وممكن يوصل حتى التقرح يعني القولون، هذه الكوليتيس، هذه الالم، الناس الان يشتكون من كل هذه التقرحات على مستوى القولون. فأصحاب التقرحات والغازات وكل الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي أن يمتنعوا عن المواد المصنعة، أن يأكلوا طبخ المنزل، وأن يشتروا أشياء إذا كان يتعذر عليهم، لا يعرفون يعني الطهي ولا يقدرون على الطهي ولا يقدرون أن يحضروا هذه الأشياء، فيجب إذا أكلوا خارج أن يختاروا الأشياء التي ممكن أن تحضر يعني في اليوم، وليس أشياء يعني مصبرة أو مصنعة فقط، لأن لا يمكن أن يبقى الشخص على نمط العيش الذي سبب له المرض ثم يبحث عن أشياء هذه تعالجه. بعد الأشياء التي لاحظناها من خلال يعني هذه 10 سنوات، أن هناك بعض الأشياء تضاف الآن في المغرب إلى السلطات، وفي المغرب كانت عندنا سلطة واحدة معروفة، ومعروفة بالسلطة المغربية، هي فيها بصل وطماطم، يعني فيها بندورة وبصل،
معروفة، كانت معروفة في المغرب، فيها زيت الزيتون شيء من الخل، وفيها يعني بصل مع طماطم مع البندورة، هذه معروفة يعني تسمى سلطة مغربية وعاش بها الناس، وهذه سلطة جيدة يعني فيها يعني خضار، هي طازجة، لازم أن تكون طازجة، ولكن مع الأسف الآن بدأوا النساء يضيفون إلى هذه السلطات حتى في يعني في المطاعم في المدن، هذه في المطاعم ليس هناك الآن تطلب حاجة يجيب لك ذرة، ذرة مصبرة رز مع لا إله إلا الله مع مايونيز ولا حاجة، هذه وهذه يعني هذه السيزونين، هذه صوص لابد ما يصب لك شيء فوق منها ويجي فيها بيض وفيها ذرة مصبرة، ذرة مصبرة حبوب ذرة، هذه ذرة مصبرة وفيها رز وفيها تونة وفيها اختلاط التونة والبيض والرز والذرة المصبرة، شيء هذه ليست سلطة، هذه كارثة، هذه ليست سلطة، هذه كارثة ليست سلطة، سلطة يكون فيها خضر جيدة مقطعة مغسولة جيد مقطعة مع شيء من زيت الزيتون، هذه هي السلطة، هذه هي. أما الخليط هكذا يأتوا به وكأن هذا سماه فن الطبخ، هذا ليس فن الطبخ يعني هذا فن الجهل أسميه أنا، فهذه الذرة المصبرة التي تضاف هذه تحدث انتفاخات عند النساء على الخصوص، انتفاخات الأمعاء عند النساء ولو أكلوا منها حبتين، لماذا؟ لأن هذه الحبوب هذه مشكوك فيها لأنها هي مستوردة وقد تكون مغيرة وراثيا، عليا كل شيء الآن مغير وراثيا، أصبحنا لا نتكلم عليا كما نقول احنا بالدارجة المغربية تكلم بوجهك حمر، يعني الآن هل يوجد إيه؟ ما هي الأشياء التي الآن طبعا لا يوجد، حتى أن الأشخاص الذين يتكلمون عن البايو الآن يعني هذا البايو في الإنتاج ولا في البذور، فهي البذور من أين تأتي هذه البذور؟ يجب أن تكون بذور بعد بايو، عاد البيئة اللي تعيش فيها تكون بايو، وشيء يعني مؤسف عليه مضحك ومؤسف لا إله إلا الله. فهذه الغازات راه يعني ليس لديها علاج وليس لديها دواء ولا يكذب عليكم أحد، وليس هناك عشبة أو عقار أو أي شيء هذا، لأن يعني هذه الغازات تأتي من الطريقة التي يتغذوا بها الناس الذين يأكلون بسرعة والذين يأكلون واقفين والذين يتغذوا ويركزون بعد الوجبة يعني لا يهضمون، ثم الذين يخلطون الذين يأكلون في كل وقت، الذين يأكلون في الليل، والذين يخلطون سكريات مع دهنيات في آن واحد يعني ليتغذى بالدسم ثم يأكل الحلوى من بعد، يعني هذه تحدث غازات، هذه ثم الأشياء التي لم يعهدها الجسم الذي هو غير متعود عليها، لاحظوا الناس اللي كيجيو من البادية اللي كيجيو للمدن لما يعني يوصلوا للمدينة ويغيروا يأكلوا وجبة وجبتين يكون عندهم إما إسهال إما مغص إما أشياء في البطن، لماذا؟ لأن تغير الماء وتغير الأكل، وحتى الأشخاص الذين يسافرون من بلد إلى بلد يوقع لهم هذه عليهم معروفة، يعني الدول أمريكا اللاتينية لما كان الناس يسافرون حتى الفرق الرياضية لما كانت تسافر للاعب يعني مباراة، فهاد اللاعبين كلهم يصابون بإسهال يصابون بأمراض، لماذا؟ لأن في هذه البلد الذي وصلوا إليه تغيرت يعني الأشياء التي يأكلونها يعني من خضر وفواكه والماء كذلك، هذه فتتغير، وهذا أشياء يجب أن يفهمها الناس، يعني في الأخير يجب أن يفهمها الناس، يعني ينتظرون منا ولا زالت الأسئلة، هل من عشبة تعالج البروستاتا؟ هل من دواء للبواسير؟ هل من دواء للقول العصبي؟ ليس هناك دواء، هذا هو الجواب، وأنا أستحي أن أجيب الناس بلا، يعني أستحي يفهم الناس لماذا يصابون بأمراض، إذا فهموا فلن يحتاجوا هذه الأشياء ولن يضحك عليهم أحد إن شاء الله، نكتفي بهذا.